السلطة الفلسطينية تبحث تحويل المرضى إلى الدول العربية، وعباس يبلغ السيسي عن قرارات لمواجهة صفقة القرن. المجلس العسكري السوداني يحذر المحتجين من إغلاق الطرق وسط استمرار الاعتصامات أمام مقر قيادة الجيش. الجيش الليبي بقيادة حفتر يؤكد أن حسم معركة العاصمة طرابلس سيكون ضربة لتركيا وقطر. واشنطن تزيد من حدة الضغط على طهران بإلغائها الإعفاءات من العقوبات على النفط الإيراني. وروسيا ترى في انتخاب زيلينسكي فرصة لتحسين العلاقات مع أوكرانيا. وفي الرياضة، بعد غياب دام 34 عاما، باوك سالونيكي يتوج بلقب الدوري اليوناني. أخبار الساعة، أهلا بكم. رفضت الحكومة الإسرائيلية احتجاجا رسميا تقدمت به فرنسا الأسبوع الماضي حول دفع أموال المقاصة الفلسطينية، والذي طالبت من خلاله بتسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية. جاء ذلك وفق ما أوردته القناة الإسرائيلية 12، وأشارت القناة إلى أن ذلك شكل توترا دبلوماسيا بين الجانبين بعدما أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة. جددت الحكومة الفلسطينية دعوتها للدول العربية بإيفاء التزاماتها بتوفير شبكة أمان مالية، وذلك لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة. وفي مستهل جلسة الحكومة، تحدث رئيس الوزراء محمد شتية عن قرار وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية والتوجه إلى الدول العربية. في مستهل الجلسة الثانية للحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي جاءت في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية الدول العربية إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الفلسطينية وتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لمواجهة الضغوط المالية والسياسية. تصريحات شتية تأتي بالتزامن مع كلمة ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أكد فيها عدم التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، مستغلة بذلك الدعم الأمريكي لها. أمريكا تقف وراء إسرائيل في عدم تطبيق القرارات، في البلطجة للشرعية الدولية، في أن لا تحترم أي شرعية دولية، وبالتالي كيف سنصل إلى حل؟ وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة منذ أشهر بعد القرار الإسرائيلي باقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية، ما أدى إلى رفض الفلسطينيين استلام تلك الأموال إلا بشكل كامل دون اقتطاع أي جزء منها. وفي السياق ذاته، رفض الجانب الإسرائيلي طلبا رسميا تقدمت به فرنسا الأسبوع الماضي يقضي بإعادة أموال المقاصة كاملة للفلسطينيين، الأمر الذي اعتبره الفلسطينيون محاولة إسرائيلية لفرض وقائع تسهم في تمرير صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حد تعبيرهم. الأجواء التي تركتها الولايات المتحدة الأمريكية في سياق محاولتها تمرير ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ويأتي قطع أموال الضرائب تحت ذريعة أنها تقدم لعائلات الشهداء والأسرى في ذات السياق، ونحن من جانبنا نؤكد على رفضنا لهذا القرار. وتعد فرنسا البلد الراعي لاتفاق باريس الاقتصادي، والذي وقع في نيسان عام 1994، اتفاق تم من خلاله تحديد العلاقة الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. إلى ذلك، قال عضو المجلس النواب المصري سمير غطاس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتخذ قريبا قرارات وصفها بالخطيرة لمواجهة ما تعرف بصفقة القرن. وأضاف غطاس أن عباس أطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه الإجراءات، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في اتفاق باريس، كما ستتخذ إجراءات تدريجية لوقف أي تنسيق أمني مع إسرائيل وصولا إلى التجميد الكامل، موضحا أن عباس سيضغط على حركة
حماس كي توقف هي الأخرى التنسيق غير المباشر مع إسرائيل بما يشمل تفاهمات قطاع غزة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا سفير فلسطيني في مصر دياب اللوح. أستاذ دياب، يعني ما صحة الأنباء التي تتحدث عن إبلاغ الرئيس عباس للسيسي عن إجراءات لمواجهة صفقة القرن ومن ضمنها التخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية؟ يعني كما استمعتم إلى خطاب السيد الرئيس يوم أمس، هو حمل رسالة قوية جدا تتضمن احتمالية اتخاذ إجراءات أو قرارات حاسمة خلال انعقاد المجلس المركزي في منتصف الشهر القادم. وهذا جاء أيضا في استماع السيد الرئيس مع وزراء الخارجية العرب يوم أمس، ويعتبر هذا التحرك يوم أمس فقورة أو بداية تحرك سياسي دبلوماسي فلسطيني يقوده السيد الرئيس شخصيا لوضع الأشقاء العرب والمسلمين والأصدقاء في العالم في صورة الأوضاع الفلسطينية، خاصة في ظل إدارة إسرائيل ظهرها لاتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة. أستاذ دياب، يعني شاهدنا الرئيس عباس يلوح في أكثر من مرة عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، هل هذه المرة يعني بإبلاغه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيكون هناك خطوات فعلا عملية لوقف هذه الإجراءات أو لتفعيل يعني أنا لا أتحدث عما أبلغه السيد الرئيس أبو مازن للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنما أتحدث في المجمل الذي نقله السيد الرئيس يوم أمس لوزراء الخارجية العرب محذرا من خطورة الأوضاع التي تمر بها فلسطين سواء في مدينة القدس والاعتراف الأمريكي بها كعاصمة لإسرائيل، وأيضا احتمالية إقدام إسرائيل على بسط سيادتها باعتراف أمريكي على أرض الضفة الغربية المحتلة أو أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة المقامة عليها المستوطنات، بالإضافة إلى أيضا نقد اتفاق باريس الاقتصادي كما تفضلتم في مقدمة التقرير باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية تنفيذا لتشريع الكريكت الذي أباح للحكومة باقتطاع أموال رواتب. لكن فيما يتعلق أستاذ دياب فيما يتعلق بملف المصالحة والانقسام الفلسطيني، شاهدنا دعوات من الرئيس عباس لحماس لربما لتوحيد الصف الفلسطيني من أجل مواجهة ما يعرف بصفقة القرن، هل هناك دور مصري في هذا الموضوع؟ نعم، سيد الرئيس أكد تمسكه وتمسك قيادة فلسطينية بالدور المصري الراعي للمصالحة الفلسطينية بقرار من جامعة الدول العربية، وهو ألقى الباب مفتوحا مع حركة حماس للاستجابة لهذا الدور وللمساعي المصرية بتنفيذ اتفاقات المصالحة وخاصة الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في أكتوبر من عام 2017 والذي ينص في مقدمته وفي أساسه على تمكين حكومة السلطة من تولي كامل سلطاتها ومسؤولياتها في قطاع غزة كمقدمة لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم يعقب ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتولى. السؤال الأخير أستاذ دياب، يعني هل شبكة الأمان، شاهدنا يعني أكثر من مرة الرئيس عباس يطالب بتفعيل شبكة الأمان، هل موضوع الأموال ربما يعني وسيلة ضغط من قبل الدول أو بعض الدول العربية على السلطة الفلسطينية كي تقبل بما يسمى بصفقة القرن؟ هناك قرار من القمم العربية السابقة وفترة قمة تونس بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا، وهذا يختلف عن مساهمات الدول العربية في موازنة دولة فلسطين أو موازنة السلطة الفلسطينية، لكن يعني شبكة الأمان لم تفعل، لذلك السيد الرئيس طالب الأشقاء العرب بتفعيل شبكة الأمان من واجهة الحصار الإيراني الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة السياسية التاريخية الحساسة. السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.
تعتزم كتلة اتحاد أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف أن تطالب حزب اليكود بالتزام الحكومة الجديدة ألا تعترف بدولة فلسطينية وألا تخلي أي مستوطن، وذلك خلال اجتماعهما في إطار المفاوضات لتشكيل ائتلاف الحكومة المقبلة. وذكرت صحيفة يوديعوت تحرنوت الإسرائيلية أن اتحاد أحزاب اليمين يعتزم اشتراط انضمامه إلى الحكومة المقبلة بتعديل قانون الحصانة بحيث لا يكون بالإمكان محاكمة عضو كنيست. ويتوقع أن يطالب اتحاد أحزاب اليمين بحصوله على حقيبتين وزاريتين هما القضاء والتربية والتعليم. اتهمت الأحزاب العربية في إسرائيل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنان ميلتسر بتعميق الشرخ بين المواطنين العرب والمؤسسات الإسرائيلية. جاء ذلك في أعقاب رسالة بعث بها ميلتسر إلى المستشار القانوني للحكومة في حي مندلبليت وإلى الشرطة أيضا بطلب أن يتم الشروع في تحقيق جنائي في الشبهات حول وقوع تزييفات في عدة مراكز اقتراع معظمها في المجتمع العربي خلال الانتخابات الأخيرة. نشر قناة I24 News نبأ إرسال رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية القاضي حنان ميلتسر برقية للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وللقائم بأعمال المفتش العام للشرطة يطالبهما بفتح تحقيق للاشتباه بالتزوير في بعض مراكز الاقتراع في عدد من البلدات العربية والدرزية على إثر طلب تقدم به حزب الليكود. نشر أثار ضجة كبيرة. القاضي ميلتسر قال أنه توجد شكوك لكن لست أنا من يقرر بها، ولهذا حول الموضوع الذي يمكن للبعض أن يراه كمحاولة من قبل حزب الليكود لتعديل النتائج، لكن مجرد توجه القاضي ميلتسر لجهات قضائية أعلى منه يقول بكلمة أخرى أن القرار ليس بيده. وكان الليكود قد تقدم بشكوى استنادا لتقارير قدمها مندوبوه أشارت لحصول أعمال ترتقي إلى جرائم جنائية فعلية، في وقت أثر به قيام نفس المندوبين إدخال كاميرات وأجهزة مراقبة إلى مراكز الاقتراع في البلدات العربية حفيظة الأحزاب العربية آنذاك، وتدخل الشرطة الإسرائيلية التي سرعت لطرد مندوبي الليكود من لجان الاقتراع ومصادرة معداتهم ومطالبة لجنة الانتخابات المركزية التدخل. رئيس الائتلاف السابق لحزب الليكود دافيد بيتان توجه للجنة الانتخابية المركزية برئاسة القاضي ميلتسر وقال أنه بحسب مندوبي الليكود في مراكز الاقتراع توجد مخاوف لعمليات تزييف بالأساس في صناديق في الوسط العربي. الأحزاب العربية أبدت في بيان مشترك لها أنه كان من الأجدر بالقاضي ميلتسر أن يهتم بإجراء تحقيق شامل في موضوع إدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع في البلدات العربية بشكل يتنافى مع القانون بدل شرعنتها ويزيد من أزمة الثقة بين المواطنين العرب ومؤسسات الدولة. الانتخابات وإن انتهت لكنها لم تسدل الستار بعد عن استمرار محاولات الليكود تعديل نتائج الانتخابات بشكل يمكنه أن يزيد من عدد مقاعد كتلة اليمين على حساب الأحزاب العربية. وحول موضوع صفقة القرن ومطالبات اتحاد أحزاب اليمين لنتنياهو ينضم إلينا جيرمي سولتن عضو في حزب اليمين الجديد، أهلا بك. يعني إذا ما تضمنت صفقة القرن خطوات من قبل إسرائيل مثل إخلاء المستوطنات أو ربما الانسحاب من الضفة الغربية، فهل سيبقى الائتلاف قائما إذا ما شكل أصلا هذا الائتلاف؟ هذا سؤال جيد أعتقد، فننتظر لاستماع ماذا يوجد في داخل المضمون، ماذا تضم صفقة القرن. ليس ما سنرى أنها ليست ما نشر عنه في السابق، أن الإدارة الأمريكية وإذا ما تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي وأي لاعب في الساحة الدولية الذي حاول أن يتوسط توجه أكثر نحو الجانب الفلسطيني. أنا أؤمن أن صفقة ترامب صفقة القرن ستكون أيضا لصالح إسرائيل أكثر، وعليه أعتقد أن هذا من الصعب لغالبية عناصر الائتلاف على الرغم من أنها يمينية لاعتراض لهذا اعتراض على هذه الصفقة. أنا موافق أن من ائتلاف أحزاب اليمين سموتريتش ورافي بيرت سيكون لديهم مشكلة، لكن نتحدث عن خمس ست
6 في حالة إذا أضفنا إلى منظمة أخي. أعتقد أن هذا ليس عدد كافي من الذي يمكنه أن يمنع في حال وصول هذا للتصويت في الكنيسة كون يوجد كحلفان وميرتس وحزب العمل. ولا أرى هنا طريقا أن الصفقة لا حتى يعني لو كانت هذه الصفقة لصالح الإسرائيليين، لكنها في الطبع ستكون هناك خطوات من قبل إسرائيل لابد أن تقدمها على الطاولة. لكن هل تتوقعون أو هل تتوقع أحزاب اليمين بأن يواجه نتنياهو إدارة ترامب في ظل ما قدمته هذه الإدارة له في القدس والجولان والضفة الغربية؟ أعتقد في حال أن خطوات عملية التي سنراها مثل انسحاب أحزاب اليمين من داخل الائتلاف، أعتقد سأن كحلون يبقى وقدر أن الحريديم وليبرمان سيبقوا، لكن 6 أعضاء اليمين الذين نتحدث عنهم سيقوموا بالانسحاب في حال تصويت ضد مع أي خطوة. ويوجد هناك طيارات أو ائتلاف مع كحولفان أو قسم من كحولفان للدخول للائتلاف، أو في حالة انسحاب أحزاب اليمين اتحاد اليمين يوجد في المركز ويسار الخارطة السياسية لا نقص في أعضاء الكنيسة الذي ممكن يدعموا هذا الخطوة. لكن نرى بعض أحزاب اليمين مثل سموتريتش وآخرين يعني يتحدثون وكأن الجانب الفلسطيني يعني يرضى بتقديم هذه التنازلات. هل تتوقعون من الجانب الفلسطيني أن يقدم المزيد من التنازلات؟ في شامر سموتريتش وأعضاء وأصدقائه وناس أيديولوجيين، وأعتقد أنهم سينسحبوا. في الجانب الفلسطيني أعتقد على الأقل مما أنا أقرأه في الصحافة لا يوجد لديهم مفاوضات أو تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية. وعليه عندما نستمع أن نسمع أبو مازن يصرح أنه لا يوافق على هذه الصفقة، على أعتقد نفهم أنه لا يوجد ما تضم هذه الصفقة من ناحية مضمون ولا يفهمه. أنا أقدر أن بعد ما أن تكون الجانب الأمريكي ويحضر يكون بنا إبلاغ الجانب الإسرائيلي ما هذا تضم، والجانب الإسرائيلي سيتبنى هذه الصفقة، سيكون صعب على الفلسطينيين استصعاب عدم سماع هذا حزب اليمين الجديد. شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث حذر المجلس العسكري الانتقالي من إغلاق الطرق وإعاقة حركة النقل وسط إصرار المحتجين على مواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية. يأتي ذلك في وقت جددت قوى إعلان الحال الحرية والتغيير التأكيد على مطالبها بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة من خلال تشكيل مجلس رئاسي مدني يقوم بالمهام السيادية في الدولة. علق قادة الاحتجاجات في السودان مفاوضاتهم مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، معتبرين المجلس العسكري مستمر باتباع نظام الرئيس المخلوع في ظل تهرب الجيش من تنفيذ الخطوات التي اتفق عليها. المحتجون أكدوا على الاستمرار في مساعيهم حتى تحويل الحكم لحكم مدني. إن دور القوات المسلحة ليس الحكم، بل دورها الحماية والدفاع عن حدود الوطن، عدم الاحتراب بأي سلطة انتقالية، أي سلطة انقلابية، أي سلطة انقلابية سوف يجد منا الرفض الكامل. وفي وقت استمرت فيه الاعتصامات أمام مقر وزارة الدفاع السودانية في العاصمة الخرطوم، عوض رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان تأكيده أمام قادة الاتحاد الإفريقي عزمه على تسليم السلطة لإدارة مدنية والالتزام بمطالب الاتحاد. إن شاء الله يتوصلون إلى توافق يسمح بانتقالية آمنة، ويسمح أيضا لحكومة مدنية تدير أمور البلد في هذه المرحلة وتجهز المناخ لانتخابات إن شاء الله حرة ونزيهة. المحتجون من جانبهم أعلنوا وقوفهم وراء مطالب قادة الاحتجاج والموافقة عليها، وأنه قد حان الأوان بعد 3 عقود من حكم النظام البائد أن ينعم المواطنون بقيادة مدنية حقيقية. طيلة الفترة الفاتت منذ سقوط الطاغية البشير ظل المجلس العسكري يماطل ويحاول الاستئثار بالسلطة، وهي
سلطة لا يستحقها. وفيما ينتظر السودانيون الخطوات القادمة للمجلس العسكري الانتقالي طبق الاحتجاجات على حالها في بلد سئم مواطنوه الوعود وينتظرون رؤية تغيير على أرض الواقع. وإلى الجزائر، حيث قال التلفزيون الجزائري الرسمي إنه تم توقيف 5 أثرياء في إطار تحقيقات في قضايا فساد. وأضاف التلفزيون الجزائري أن الموقوفين مقربون من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. هذا وانطلقت أشغال اللقاء التشاوري مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني وممثلي النقابات لتشكيل هيئة تنظيم الانتخابات الذي دعا إليه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، لكنه لم يحضره كما قاطعته العديد من الأحزاب والتشكيلات السياسية. وفي مصر، أدلى المواطنون بأصواتهم لليوم الثالث والأخير على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030. وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى 6 سنوات، كما تتيح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام. هذا وتباينت ردود أفعال الشارع المصري حول هذه التعديلات. فهو مش بنقول انزلوا لازم تنزلوا، لا انزل، احنا بقول لك انزل قول او لا بس شارك. التعديلات الاستراتيجيه مش عندنا بس، كل البلاد بتقول بتعملها وتغيرها مره واثنين وثلاثه. احنا مش بنقول اول مره عشان عندنا فالناس مستغربه الموقف بس، لكن لو اتكررت مره واثنين خلاص الموضوع بقى هيبقى عادي. كلنا كمصريين لازم نصوت، سيان عايزين او لا، يعني ده حقنا، اي واحد كمواطن له حق يقول او لا. كل البنود، أغلب البنود أنا موافق عليها، فأنا قلت نعم على أساس الأغلبية أنا موافق عليها، بس في بعض البنود أنا مش موافق، بس قلت نعم علشان في أغلبها حاجة كويسة لمصر كلها. وحول موضوع التعديلات الدستورية في مصر ينضم إلينا عبر الخط أو عبر خدمة سكايب المحلل السياسي هاني سليمان. أستاذ هاني، يعني إذا ما وافق الشعب المصري عبر هذا الاستفتاء على هذه التعديلات الدستورية التي تتيح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، فلماذا المعارضة يعني ترفض ذلك؟ يعني أعتقد أن الاستفتاء فرصة لكافة التيارات السياسية للإعلان عن مواقفها والمشاركة، يمكن حتى الإعلام المصري والصحافة وكافة وسائل الإعلام تتحدث عن المشاركة، يعني فكرة رأيك بنعم أو لا هي مسؤولية شخصية وحقك في التصويت وفقا لاعتباراتك وما تراه. يمكن الإعلام بيحاول التأكيد على هذه النقطة بشكل منضبط، فكرة الدعوة للمشاركة بصرف النظر عن توجيه الناخبين. أعتقد أن المعارضة المصرية يمكن فقدت أدواتها، أو ربما هي غير راضية بشكل كامل فأثرت المقاطعة أو غيره، لكن دعني أتحدث عن أن المشاركة يمكن نسبها جيدة حتى هذا التوقيت، والأمور تسير بشكل جيد، ليس من قبيل مبالغة أن نتحدث أو نقول أنها مشاركة هائلة أو ضعيفة، لكن أعتقد أنها بنسبة متوسطة إلى جيدة، وبالتالي يمكن كحلها كغيرها من الاستحقاقات الانتخابية الموجودة في السابق سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية، وكذلك الاستفتاء على الدستور. لكن أستاذ هاني، يعني عملية التعديلات الدستورية ألا تعتبر تشبث بالسلطة، وخصوصا وأن يعني الآن من في السلطة كان يتهم الإخوان المسلمين بأنهم يتشبثون في السلطة؟ يمكن تحدثنا قبل ذلك وتحدثت في هذا الأمر تحديدا أن هناك وجهتي نظر فيما يتعلق بهذا الأمور، بعض الناس المتخوفين من التشبث بالسلطة زي ما حضرتك بتقول، ولكن هناك بعض الاعتبارات التي يراها كثير من الشعب ويراها الكثير من مؤسسات الدولة والقائمين على الدولة أنها مؤشرات وضرورات لاستكمال المسيرة، خاصة بعض المشروعات التنموية التي تحتاج سنوات لجني ثمارها واستكمال مسيرة التنمية، وخوفا من السنة السيئة التي كل رئيس أو كل صاحب سلطة يأتي يهدم ما قد بنى قبله، فبالتالي لاستكمال مال المسيرة هناك ضرورة للاستمرار أو التعديلات. أيضا في بعض الأمور خاصة يمكن مواجهة بعض الأمور الأمنية في مرحلة انتقالية دقيقة ومختلفة في تاريخ مصر، من مواجهة الإرهاب ومواجهة التهديدات الموجودة في سيناء والتحولات والتغيرات الدولية المحيطة كمان، وخاصة بعد 2011 ودينا بنشوف ما يحدث في الجزائر أو السودان وما يواجه مصر في ليبيا في الغرب، فبالتالي كلها معطيات يرى متحمسين لهذه الفكرة أنها عوامل موضوعية في هذا الشأن. أيضا يمكن التعديلات لم تخص فقط مدة الرئاسة، لكنها تعلقت بأمور خاصة بمشاركة المرأة والشباب وزيادة نسبتهم، وأيضا بعض المواد الخاصة بالجيش وغيره، فبالتالي هذه أسباب موضوعية يمكن أصحابها
اللي بيطرحوها شايفين اللي هي عوامل موضوعيه تدي يعني بتعطي مبرر للرغبه في تعديل الدستور. المحلل السياسي هاني سليمان، كنت معنا من القاهره عبر خدمه سكايب، شكرا جزيلا لك. والى ليبيا حيث نعم والى ليبيا حيث نعم حيث قال أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر إن قوات الجيش الليبي تتمركز حاليا على تخوم العاصمة طرابلس ولا يفصل سوى 10 كيلومترات عن دخول مركزها. وأضاف أن الجيش الليبي بات يحارب دولا تقف وراء ما وصفها بالميليشيات، مشيرا إلى أن حسم معركة طرابلس سيكون ضربة قوية لتركيا وقطر. هذا وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري. تشاهدون بعض الفاصل. واشنطن تزيد من حدة الضغط على طهران بإلغائها الإعفاءات من العقوبات على النفط الإيراني. روسيا ترى في انتخاب زيلينسكي فرصة لتحسين العلاقات مع أوكرانيا. وفي الرياضة، بعد غياب دام 34 عاما باوك سالونيكي يتوج بلقب الدوري اليوناني.